أحسن الله إليكم. أبو هشام يقول بارك الله فيكم، كيف نجعل من شهر رمضان المبارك تقوية لعقيدة المسلم؟ رمضان شهر مبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالله جل وعلا جعل هذا الشهر موسما عظيما للمسلمين، ليله القيام ونهاره صيام وساعاته ذكر وتلاوة للقرآن، فكله مبارك، كله مبارك على المسلم، فلا يضيعه بالغفلة أو بالكسل أو بمتابعة القنوات الهابطة ومتابعة الملهيات والمغفلات فيخرج من هذا الشهر مفلسا والعياذ بالله، ويحرم من فضله وثوابه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، قالوا يا رسول الله، سألوه عن ذلك فقال إن فقال عليه الصلاة والسلام: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار، قل آمين، فقلت آمين. قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبره فمات فدخل النار، قل آمين، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات فدخل النار، قل آمين، فقلت آمين. نعم.